السلام عليكم يا شباب. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على الاكتويتورز. يعني ايه اكتويتورز؟ الاكتويتورز هو الحاجة اللي بتديني الحركة. بتديني الحركة ازاي؟ عن طريق ان هي بتستقبل من السورس اوف انرجي طاقة، وبعد كده بتحولها لميكانيكال انرجي اقدر اتحكم فيه، اللي هو بيديني بعد كده الموشن. طيب بعد كده هنكمل بقى نتكلم على الوركينج برينسيبل، يعني بتشتغل ازاي. اول حاجة انا عندي الكنترولر، ودوت اللي هو المتحكم في كل حاجة. انا بدخل له السيت بوينت، النقطة اللي انا بتحرك منها والنقطة اللي انا عايز اوصل لها، وكمان بدخل له الميكانيكال لود بعد انا ما اقيسه. يعني مثلا بشوف ان انا عايز احرك حاجة كتلتها 50 كيلو مثلا، برضو من نقطة A للنقطة B، وهو بعد كده بيديني الاوتبوت. الاوتبوت ده بيدخل بعد كده على حاجة اسمها الباور كونفرزيشن، ودوت اللي هو الوصلة بين الباور سورس والاكتويتر. بيعمل ايه؟ يعني مثلا الفيشة انا بدخلها في الكوبس، الكوبس دوت هو الباور سورس، بيكون مصدر للانرجي بتاعتي، بيكون مصدر للكهرباء. بعد كده ببدأ احط فيه الفيشة، الفيشة دي بتنقل لي الكهرباء للاكتويتر عشان يبدأ بعد كده يشتغل وينقل الميكانيكال لود دوت من مكان لمكان تاني. طيب دي كده أمثلة على الأكتويتورز. في عندنا مثلا النيوماتيك بيستون، في عندنا الإلكتريك موتور، في عندنا الهيدروليك سلندر. هنبدأ دلوقتي نصنف كل حاجة من ديت على حسب كذا حاجة. التصنيف عندي مصنف على حسب حاجتين. أول حاجة الإنبوت اللي أنا بدخله، ودوت اللي هو السورس اوف انرجي، يا اما بيكون الكتريكال يا اما بيكون هيدروليك يا اما بيكون نيوماتيك. وبصنفها على حسب حاجه تانية اللي هي الاوتبوت، اللي هو تايبس اوف موشن، نوع الحركه اللي بيطلع، يا اما بيكون لينير يا اما بيكون روتيشن. هنبدا بعد كده اول حاجه في التصنيف السورس اوف انرجي الالكتريكال سورس. بالنسبه للالكتريكال سورس، في اشهر مثال عندي هو المواتير. المواتير دي هي اللي بتسبب الحركة عن طريق إن هي بتكون متوصلة في العجل بتاع الروبوت، وبتقدر تحركه من مكان للتاني. المواتير ليها مميزاتها وليها عيوبها زي أي حاجة في الدنيا. نيجي مثلا للمميزات. المواتير بتتميز إن هي كفاءتها عالية جدا ودقيقة. الميزة التانية إن هي مش بتحتاج صيانة بشكل مستمر، يعني أنا بجيب موتور وبشغله وبعد كده بغيره مثلا أو بعمله صيانة بعد 3 4 5 سنين أو ممكن أكتر كمان. تالت حاجة إن هي مش ملوثة للبيئة. الموتور بيشتغل بالكهرباء، مش بيحرق مثلا بنزين فبيلوث البيئة، لأ مفيش الكلام ده. عيوب المواتير إيه؟ إن المواتير محكومة برينج معين مش بقدر أعديه، ليا ماكسيمم باور مش بقدر أعدي الباور دوت. هاي انيشن كوست، ان انا عشان اشتري موتور الموتور نفسه بيكون غالي. تالت عيب ان هو محتاج دايما يكون جنبه باور سبلاي، لازم يكون جنبه مصدر للطاقة عشان يشتغل. لو المصدر بتاع الطاقة ده مش موجود الموتور مش هيشتغل. رابع حاجة البطارية، هو دايما الموتور محتاج يكون معاه بطارية، والبطارية ديت محتاجة دايما ان انا اعمل لها صيانة او اغيرها، لان هي كفاءتها بتقل مع الوقت. تاني سيستم الهيدروليك سيستم، الانرجي بتاعتي بتتكون نتيجة ان انا بضغط ليكويد زي مثلا الاويل. على سبيل المثال هنا انا بضغط الاويل بتاعي بالسرنجة فبيديني موشن، نفس فكرة اللوتر. وده طبعا تطبيق لقانون باسكال اللي هو البريشر عند نقطتين في نفس المستوى الافقي متساوي، وبتبقى علاقة بين الفورس على الاري. الأريا الصغيرة بأثر فيها بفورس صغيرة، والكلام دوت بيأثر عندي هناك في الأريا الكبيرة بفورس كبيرة. يعني مثلا لو أنا عندي أريا واحد مساحتها 1 متر، أثرت عليها بفورس 10 نيوتن، هيسمع هناك عندي في أريا اتنين. لو أريا اتنين ديت مثلا 100 متر، هتكون الفورس اللي نرجع عندي 1000 نيوتن. فهنا أنا أثرت
بفورس 1 10 نيوتن، سمع معايا هناك فورس 2 ب1000 نيوتن. طيب مميزات الهيدروليك سيستم، الاوتبوت فورس اللي بتنتج عندي بتكون كبيرة جدا، بتكون أكبر من أي أكتويتور تاني. تاني ميزة إن هو سهل التحكم فيه. تالت ميزة إن التسريب اللي عندي لما بيحصل بقدر أكتشفه بسهولة لأن أنا بستعمل فلويدز، فالزيت هيبقى شكله باين لما بيتسرب فبقدر أشوفه بسهولة وألاحظ مكان التسريب. طيب عيوب الهيدروليك سيستم، أول حاجة درجات الحرارة لازم أخلي بالي منها، لأن الضغوط العالية درجة الحرارة بتزيد، وهنا أنا ممكن أخش في مشكلة اللي هي auto ignition temperature، ودي درجة الحرارة الزيت ممكن عندها يتحرق لوحده من غير أي مصدر للحرق. يعني على سبيل المثال الأرقام ديت مش حقيقية، دي مجرد بس مثال، شغال مثلا في 100 كيلو باسكال، 100 كيلو باسكال هتوصلني مثلا لتمنمية كلفن. 800 كلفن دي درجة الحرارة اللي عندها الزيت بيبدأ إن هو يغلي وبعد كده يتحرق لوحده، فبيحصل عندي حريقة لوحدها كده بسبب درجة الحرارة، فلازم أخلي بالي من النقطة دي. تاني عيب إن الزيت دوت بيحتاج يتفلتر، إن الزيت دوت بيبقى فيه شوائب فده بيقلل الكفاءة، فلازم أخلي بالي من الزيت اللي أنا بستخدمه يكون متفلتر، وطبعا دوت بيحتاج صيانة كتير جدا، ودي طبعا تكون تكاليف عالية. تالت عيب إن هو بيكون معقد في تركيبه قبل أنا ما أشغله، الكومبوننتس اللي بيتكون منها بتكون حاجات معقدة وحاجات غالية. رابع عيب التسريب، التسريب لو حصل بيسبب مشاكل كتيرة جدا، لأن مثلا الزيوت ديت في منها بيكون زيوت سامة، فالزيت ده لو اتسرب بيسبب مشاكل كتيرة جدا. أمثلة على الهيدروليك سيستم، الهيدروليك جاك، البريك اللي بيرفع العربيات، لو هنشوف إنه بيرفع أوزان عالية جدا. تاني مثال الهيدروليك بريكس، الفرامل اللي بتقف العربيات بتبقى فرامل زيت نظام هيدروليك. تالت مثال الهيدروليك بريس، وديت ممكن تكونوا بتشوفوها مثلا في الفيديوهات اللي على الفيسبوك أو اليوتيوب، لما باجي أضغط حاجة بكسرها، ده بيكون نظام هيدروليك. بنشوف إن هو بيكسر حاجات كتيرة وحاجات صعبة إن هي تتكسر، وده طبعا نتيجة الفرص الكبيرة اللي بتنتج عندي. رابع حاجة اللودرز أو الأوميش، ودي طبعا بنشوفها بتشيل أوزان كتيرة جدا وبتحفر في الأسفلت مثلا، وبنشوف إن هي بتعمل مهمات صعبة جدا ومحتاجة فرص عالية جدا. تالت نظام عندي النيوماتيك سيستم، النيوماتيك سيستم دوت قريب من الهيدروليك سيستم، بس أنا هنا بضغط هوا، شايفين هنا مثلا الكمبريسور ودوت اللي بيضغط الهوا، وشايفين باقي الكومبوننتس اللي بيتكون من النيوماتيك سيستم زي النيوماتيك بيستون، السولينويد، الفيتنج. مميزات النيوماتيك سيستم ايه؟ أول حاجة طبعا مهمة جدا الـ availability of air، إن الهواء متوفر عندي مش ببذل مجهود إن أنا أجيبه. تاني ميزة إن هو سهل التنقل، بنقله من مكان للتاني عادي جدا بسهولة، لأن مكوناته مش كتيرة وبتكون صغيرة. تالت ميزة إن هو مكوناته مش كتير، هو simple construction يعني سهل التركيب، مش صعب مش معقد. رابع ميزة إنه مش بيحتاج صيانات كتيرة. خامس ميزة low cost، إن هو مش غالي، وده طبعا بسبب توفر الهواء حوالينا. سادس ميزة إن هو آمن نضيف مش ملوث البيئة، برضه لو حصل تسريب مش هيكون خطر زي الزيوت لأن الهواء مش سام. عيوب النيوماتيك سيستم ايه؟ ان هو ليه برضه ليميت معين مقدرش اتعداه، 8 بار ده الماكسيموم، مقدرش اعلي البريشر بتاعي كده. تاني عيب ان هو هوا غاز،
ودوت طبعا بيكون سهل ان هو يتسرب. تالت عيب صعوبة ان انا احدد مكان التسريب دوت، لان هو بيكون هواء شفاف، صعب ان انا احدد مكان التسريب دوت بيكون فين. غير الزيت قلنا بيكون شكله باين مكان التسريب واقدر احدده بسهولة، لكن ده هوا بيكون صعب ان انا احدد مكانه. امثلة عندي نيوماتيك ليفتر، دوت بيكون شبه الاوناش، بس طبعا بيكون الاوزان اللي بيشيلها مش بنفس الشكل اللي بتقدر تشيله الاوناش، لان انا بكون محكوم ببرشر معين، برشة عداء، او بنشوف مثلا في المصانع بيك اند بليس ماشين. نيجي لتاني تصنيف، وده بيكون عن طريق الـ output motion، الحركة اللي بتنتج عندي يا إما بتكون linear motion يا إما بتكون rotational motion. يعني على سبيل المثال النقطة اللي هي كيو بتتحرك حركة linear، دي بتكون عند الهيد البستون بتتحرك حركة linear، النقطة B بتتحرك حركة rotational حوالين مركز O، ودي ممكن بتكون عن طريق الموتور لو انا مثبت موتور عند نقطة O فبحرك اللينك O بي حركة روتيشنال. ممكن بقى اعمل تحويلة من الحركة لينير لحركة روتيشنال زي البيستون سلندر بتاع موتور العربية، بيكون عندي البيستون بيتحرك حركة لينير نتيجة الكومبشن، ده بينتج عندي الحركة دورانية عن طريق الكونكتنج رود بتولد باور، وأقدر بعد كده أحرك العجل والعربية كلها زي ما هنشوف دلوقتي كده. وممكن أعمل تحويلة من الحركة روتيشنال لحركة لينير زي راك البينيو، يكون عندي الراك تحت والبينيو هو الجير، مثلا الجير ده متركب عليه موتور بيتحرك حركة روتيشنال، بعشق في الجير دوت الراك فبحصل منه على حركة لينير، أو مثلا موتور بتوصل بسكرو والسكرو ده عليه نوت، لما بشغل الموتور بحصل على حركة روتيشنال في السكرو، الحركة دي بتتنقل عن طريق النوت الحركة لينير. طيب ولو رجعنا هنا تاني للإكزامبلز اللي كانت عندنا، فدلوقتي احنا نقدر نصنف، فعندنا مثلا النيوماتيك بيستون ده نقدر نصنفه لو عن طريق السورس في انرجي ان هو يكون نيوماتيك سيستم، لو عن طريق الموشن فهو يكون لينير موشن، وطبعا ممكن بعد كده احوله لروتيشن عادي بس الحركة الأساسية بتطلع منه بتكون لينير. نيجي مثلا عند الموتور، فالموتور لو عن طريق السورس في انرجي فهو الكتريكال، وعن طريق الموشن فهو روتيشنال موشن، أو الحركة الأساسية بتطلع منه بتكون روتيشنال، وبرضه أقدر بعد كده أحولها لينير. الهيدروليك سلندر عن طريق الباور سورس فهو بيكون هيدروليك سيستم، لو عن طريق الموشن فهو بيكون لينير، وبرضه أقدر أحولها روتيشنال. بس كده احنا خلصنا، يا رب تكونوا استفدتوا، شكرا لكم.